أكدت الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن دعم واهتمام جلالة الملك المفدى بالسلطة التشريعية رسخ قواعد العمل الديمقراطي والبرلماني في المملكة ووفر القاعدة الخصبة والمثمرة لكل أعضاء السلطة التشريعية. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت الزايد أن فوزها بجائزة التميز البرلماني العربي جاء بعد مراجعة ما قدمته في مجال التشريع والأدلة الاسترشادية في مجالات الحقوق والحريات وقوانين العقوبات. يعني تشرفنا فعلا بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه، ودائما لقاء موضع اعتزاز وتقدير من قبلنا، يقمرنا دائما ويحفزنا صراحة بكلماته المشجعة لمزيد من العمل والاجتهاد في العمل البرلماني النوعي، وأيضا يعزز هذا الأمر من التعاون وتبادل الخبرات في تطوير العمل البرلماني العربي، خاصة أن هذه الجائزة تمنح يعني وفق اشتراطات معينة، وبحكم وظيفتي يعني كبرلمانية تم النظر لكافة مساهماتي من تقديم القوانين بالاقتراحات بقوانين، وكذلك ما قمت بإعداده طول فترة عضويتي في المجلس، وحيث أن تم مراجعة تلك الأعمال من أدلة استرشادية قدمتها في مجال حقوق الإنسان والحقوق والحريات، أيضا قوانين العقوبات، كانت لي مبادرات على المستوى العربي التشريعي. فكل هذه الأمور حقيقة كانت موضع وضع لمؤشرات الأداء والعمل بالنسبة لي كبرلمانية بحرينية. أيضا احنا نشكر ونقدر صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة التي أسهم فعلا المجلس الأعلى للمرأة في تهيئتنا كنساء بالمشاركة بالشأن العام، والتي أسهم بشكل فاعل في رفع مهارات أدائنا البرلماني. الشكر موصول لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على مساندته الحثيثة لنا كنساء في المجلس، ودائما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين لأداء مهمتنا ومسؤوليتنا الوطنية لرفع اسم البحرين على كافة الأصعدة.